غزة تتصاعد غيوم الدمار بسبب حدة الغارات الإسرائيلية، وتتصاعد معها الأصوات المنادية لوقف التصعيد العسكري فيها. تحركات دبلوماسية دولية لإنهاء الحرب تزامنا مع اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الذي يعد الأكبر منذ سنوات، وبمشاركة 7 وزراء خارجية عرب. الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لفرض تهدئة تنهي حدة العمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. إلا أن نتنياهو يصر على أن إسرائيل ستواصل حملتها العسكرية في قصف مواقع حماس. فلا خطوط حمراء. والأخيرة تؤكد أنها سترد على أي استهداف يطالها. استقرار وهو مهم. جهود أخرى تقودها دول عربية، مساعي مصرية مستمرة للوصول إلى تهدئة، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتباحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ويشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة والأقصى. على صعيد آخر، انتقدت مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باتشليت إسرائيل بسبب عدم التقيد بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في إدارة العمليات العسكرية بقطاع غزة، معتبرة أن ذلك قد يشكل جرائم حرب. باتشليت قالت في بيان لها إن إسرائيل بصفتها القوة المحتلة عليها واجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، ويجب أيضا محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو الآخر أبدى سخطه بسبب تزايد عدد الضحايا المدنيين، خصوصا بعد مقتل 10 أفراد من نفس العائلة بينهم أطفال في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ بغزة. أين أنتم؟